تحية طيبة مشاهدين الكرام في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج البرج العالي. للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة، مهيئة لاستلام مشاركاتكم، أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. فاصل ونواصل. نبدأ مشاهدينا كالمعتاد مع القمر. يكون القمر في برج الدلو الهوائي حتى الساعة 5:48 من مساء الاثنين، ليدخل بعد ذلك برج الحوت المائي ويظل فيه حتى الساعة 5:56 من صباح الخميس، ثم ينتقل إلى برج الحمل الناري ويمكث فيه حتى الساعة 4:06 من مساء السبت، ليدخل برج الثور الترابي ويبقى فيه حتى الساعة 12:15 من ليل الاثنين. هذه هي وضعية القمر في الأبراج حاليا وحتى مساء الاثنين في برج الدلو الهوائي، من مساء الاثنين وحتى صباح الخميس في برج الحوت المائي، من صباح الخميس وحتى مساء السبت في برج الحمل الناري، من مساء السبت وحتى ليل الاثنين في برج الثور الترابي. أثناء انتقال القمر من برج إلى آخر وعند عدم تشكيله زاوية معينة مع أحد الكواكب، تتشكل فترة غير إيجابية لا تصلح المبادرة لأي خطوة جديدة، ويجب علينا خلالها مواصلة حياتنا الاعتيادية كالمعتاد دون إدخال أي تغيير عليها فيما يلي هذه الفترة السلبية. يوم الاثنين من الساعة 6:02 صباحا وحتى الساعة 6:12 مساء. يوم الأربعاء من الساعة 6:36 مساء وحتى الساعة 6:04 من صباح الخميس. يوم السبت من الساعة 5:15 فجرا وحتى الساعة 4:06 مساء. يوم الاثنين من الساعة 1:49 ظهرا وحتى الساعة 12:15 ليلا. مشاهدينا الكرام، للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة، مهيئة لاستلام مشاركاتكم، أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. ننتقل لأول مكالمة نشوف فيها خط. ألو. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك أستاذ؟ بخير الله يسلمك يا هلا بيك، شكرا. عيوني يعني خبرتك قبل 20 يوم عن قلت لك أجي عملية، قلت لي لسه ويا الشهر الثالث عزابة. أوكي. بس طيني مواليدك أول مرة؟ طيني مواليدك؟ 1991. أوكي. 23/6. 23/6. أنا مولودة يعني من 5 للـ6:30. أريد الطالع. 5 للـ6:30 العصر؟ إيه، من 5 للـ6:30. العصر. إيه نعم. نعم. دقيقة. الطالع قلت لي جيت مرة قلت لي عقرب. هسه شوف رجعتك 23/6/1991 5 خلينا نقول يعني كنت فاهمي نهاية الرابعة عريض هالعملية يعني إن شاء الله. بس لحظة. تقريبا يكون ما اذا 5 يعني الى 6:30 يكون ما بين العقرب وما بين القوس. اذا ورا 5:30 يكون العقرب، و 5:30 و 5 وصاعدا يكون القوس انذاك. فانت من النوع الصريح المتفائل الرياضي
او من النوع اللي من احد يحكي مرات تقاطعيهم؟ عندك هذا الشيء؟ اي نعم. تقاطعين الناس؟ اي نعم. اوكي، لا طالعك القوس مو العقرب. آه. اذا عندك هذا يعني الحاض 1 2 8 9 10 4 و5 و2، ارقامك 2 و4 و5 من الارقام طبيعي. دقيقه من الخارطه. من لا مو محظوظه من الخارطه، مع الاسف مو محظوظه. اي والله ما محظوظه. ويعني ارقام الحاض وطالع قلت لها نريد العمليه يعني بالنهايه الرابع. يعني عمليه شنو؟ العمود العيوني عندي عمليه. اوكي، انا عمود العيون نهايه الرابع. ايش قد بنهايه الرابع تقريبا؟ يعني وراها 25/4 اريدها. اوكي، تنصحني يا يوم بيهن؟ لحظه واحده، 25/4. أنتي برج السرطان، أختار لك يوم 29. أوكي، 29. أوكي، إن شاء الله يزين عيوني. بعد أنا حياتي زوجية مشاكل، يعني وزوجي مواليد 1935 سنة، يعني انفصال شيء 31. انت ما عندك فد مؤشر يدل على الانفصال بشكل خاص؟ يعني اكو ناس يطلع عندهم انه مثلا يكون عنده انفصال او مشاكل بالزواج بشكل عام. انت الحمد لله ما عندك لا زاوية ولا مثلا البيت السابع عندك مثلا فد كوكب صعب مثل يعني طلاق وماكو شيء بحياتي. من ناحيتك انت لا ماكو، بس ايش قد 31 7 يا سنه؟ 85 مولود بال 11 صباحا. ايش قد 6 صباحا؟ لا بال 11 الصبح. لحظه واحده، واحد وثلاثين سبعة 1985 بالداعش الصبح. والله العلاقة زينة إذا تجين عليها. يعني ماكو بيناتنا انفصال يعني. المفروض لا، إذا تجين على التواريخ مالتكم ما شاء الله، يعني العلاقة أنا أشوفها أوكي. يعني أنت لو سألتني مثلا تقولي لي هسه مثلا تريدي تقولي لي أريد أتزوج هذا الشخص أرتبط بك زواج، أقول لك من العلاقات الناجحة. يعني رغم أنه أنت برج السرطان هو برج الأسد كأبراج غير متوافقين مثلا، بس من وضعية الكواكب لا كلش اوكي، يعني انا اعطيتها بنسبه كلش عاليه. فاذا اكو مشاكل فهي من عندكم انتم. زين بس انت طال ابني 5/2/2014 محظوظ ولا ما محظوظ؟ 5/2/2014 7 8 9 5 4 ارقامه 4 و 5 لا طبيعي، من الارقام طبيعي. من خارجته؟ راح ان شاء الله تصير طويله، صارت 3 اسئله دقيقه. 5 2 والله ما حصل دعمه. مو مشكله، لا ابقي 5 2 2014 السابق الجاي. 8 صباحا. ايش قد؟ 8 الصبح. 8 الصبح. هذا شوية ما محظوظ، بس مو هذاك اللي انت تقولين عليه لا. يعني عنده يعني عثرات شوية اوكي، يعني ما اقول لك لا، بس مع ذلك انا اشوفه محظوظ لان عنده المشتري بالبيت الخامس. فلا لا تخافين عليه من ناحية الحظ. نعم. طالع ماكو شنو؟ طالع يكون الحوت بثمانية الصبح 100% حوت. نعم. شكرا عيوني، احمد الله والديك. والديك تدلين، اهلا وسهلا. ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو الو. نعم، معك ليلى من المغرب. اهلا وسهلا ليلى، كم تعرف ميلادك؟ 5/7/1985. 5/7 1985.
أي ساعة؟ الساعة 12 بالليل. أي مدينة؟ مدينة الرباط. أوكي. 5/7/1985 ماش ليلى. شنو سؤالك ليلى؟ حابة أعرف عامة عن الشغل، الزواج وكل شيء. طيب من ناحية الزواج، أنت عندك مشاكل في مجال الزواج بشكل عام. إذا صار عندك ارتباط، أو ما أعرف إذا كان عندك ارتباط قبل أو لا، يتوجب عليك أن تكونين حذرة، لأن حياتك موضوع الشراكة إذا كان شراكة عمل أو زواج العاطفة يكون عندك مشاكل. أنت من النوع اللي قد تكونين يعني من النوع اللي تفرضين سيطرتك أو رأيك، بالتالي الطرف الثاني ما يتقبل هذا الموضوع فيصير نفور أو مشاكل إلى آخره. فيتوجب عليك تكونين حذرة في تعاملك مع الطرف الآخر في سبيل أنه تحافظين على هذه الشراكة إذا رديها تستمر. من ناحية العمل عندك فرصة إيجابية على الشهر اللي يجي. أوكي. هذه الفترة اللي هي تكون من 20 نيسان أبريل. أوكي. تستمر وياش لغاية 15 أيار مايو. أنا ذاك الفرصة أو الفترة المثالية من ناحية العمل، بالإضافة للفترة الحالية اللي هي تستمر لحد 24 الفترة القائمة. يعني أوكي إيجابية أنه إذا تبحثين عن عمل مواليد برج السرطان ممكن تحصلين على فرص إيجابية، وإذا أنت تشتغلين يعني في مجال الخدمة تقدرين تثبتين جدارتك للمسؤولين، بالتالي تحصلين على منصب أفضل أو ترقية إلى آخره. عموما مجال العمل حاليا لغاية منتصف أيار مايو نقدر نقول عليه إيجابي إن شاء الله. أوكي. وبالنسبة للصحة؟ صحيا أنت كواحدة من مواليد برج السرطان يتوجب عليكم أنتو مواليد برج السرطان بشكل عام تنتبهون الأمراض الباطنية اللي هي مثلا الكبد، البنكرياس، هذه الأمور، المعدة، القولون، هاي اللي هي المناطق اللي هي أكثر عرضة للإصابة. بس مع ذلك عموما بيت الصحة إيجابي هذه السنة، يعطيكم فرص أنه تحافظون على صحتكم. بس الشيء السلبي أنه إذا أنت من النوع اللي جسمك إلى قابلية للبدانة، يعني مواليد برج السرطان اللي جسمهم إلى قابلية للبدانة يتوجب عليهم أن يكونون حذرين في متابعة وزنهم لكي لا يزيد وزنهم كم كيلو، بالتالي بصعوبة يتخلصون منه. واللي عنده علاج معين يقدر يتخلص، يعني يقدر ياخذ العلاج وبالتالي يستفيد من نتائج إيجابية إن شاء الله. يعني هي أفضل شيء عندكم هذه السنة مجال الصحة والعمل إن شاء الله. الحمد لله. وبالزواج ما في زواج هالسنة؟ زواج ما عندك مشكلة، السنة الجاية يكون أفضل لك عموما. يعني عندك السنة هذه اللي احنا فيها بس مو حاليا، عندك فرصة اللي هي من 3 ديسمبر وصاعدا، وكل عام 2020 أنا ذاك تكون عندكم فرص مميزة من ناحية الزواج إن شاء الله. شكرا كثير. ممكن أكلمك عن أختي بشيء مختصر؟ تفضلي. هي من مواليد 17/1972، ولدت الساعة 3:30 مساء. شنو السؤال؟ عامة. 2 1 9 6 7 أرقامها 6 7. عامة اسأليني حتى أقدر أجاوبك أنا أكثر. يعني بالزواج بالشغل. دقيقة. الزواج عنده فرصة من 20 أبريل نيسان صاعدا، هذه الفترة المثالية لمواليد برج الميزان من ناحية الارتباط والزواج بشكل خاص. أوكي. الفترة اللي قلتك عليها تكون من 20 أبريل نيسان لغاية 15 أيار مايو. أنا ذاك يكون كوكب الزهرة في برج الحمل، هذا يعد لهم مواليد برج الميزان البيت السابع المسؤول عن الشراكة، فتتاح الفرصة للعزاب للارتباط. آسف. وللمتزوجين أن يحسنون علاقتهم، فالوضع يكون إيجابي.
هسه بس اتاكد لك منها هي شخصيا، هي ايضا عندها نفس هذا الشيء اللي انت اللي قلت لك عليها، قد يكون هي شويه اقوى اكثر، هي ايضا يعني من النوع اللي هي ايضا من النوع اللي تفرض سيطرتها على الطرف الثاني او تفرض كلمتها الى اخره، فبالتالي قد يسبب لها مشاكل. ايضا يتوجب عليها ان تكون حذره في مجال الزواج، اذا كانت متزوجه طول يعني تكون صبوره اكثر في تعاملها مع الطرف الاخر، واذا كانت مقبله على الزواج فيتوجب عليها في المستقبل انه تكون صبوره او دبلوماسيه اكثر في تعاملها مع الطرف الاخر في سبيل المحافظه على تلك العلاقه. يعني ما في اي عارض عنها ولا؟ لا. اوكي. وبالنسبه للشغل كله نعم بالنسبه للشغل عندها، عندها كل شيء حلو؟ ما عندها مشكله من ناحيه العمل. نعم. ميرسي كثير. اهلا وسهلا. يا هلا بك. شكرا. إذا المشاهدين الكرام، المشاركة والتواصل، أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة، ما هي لاستلام مشاركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. نكون الآن مع كوكب المريخ. في الساعة 9:12 من صباح يوم الأحد الموافق 31 من آذار مارس، ينتقل كوكب المريخ من برج الثور الترابي إلى برج الجوزاء الهوائي. سيمكث فيه حتى الساعة 6:09 من صباح يوم الخميس الموافق 16 من أيار مايو. عندما ينتقل كوكب المريخ من برج إلى آخر، يحمل معه غالبا شحنة من أعمال العنف والحوادث. كوكب المريخ هو المسؤول عن الطاقة والنشاط والجرأة والرغبة الجنسية، ولكن قد يدفع بالشخص أحياناً إلى تصرفات متسرعة أو حتى متهورة. ستبرز الصفات المذكورة لدى مواليد برج الجوزاء خلال الأسابيع المقبلة، ويستفيد معهم في النشاط والحيوية والرغبة الجنسية مواليد الأبراج التالية: الميزان، الدلو، الحمل، الأسد والقوس. وكذلك كل شخص تواجد لديه كوكب المريخ ساعة ولادته في برج الجوزاء الهوائي. من يولد ولديه كوكب المريخ في برج الجوزاء بغض النظر عن برجه، نجده يتمتع بدماغ قوي قادر على مواجهة مواضيع صعبة وإدراكها. نتابع الزوايا التي سيشكلها كوكب المريخ مع الكواكب الرئيسية الأخرى خلال فترة مكوثه في برج الجوزاء. فتصادفنا أولاً زاوية التربيع الصعبة مع كوكب نبتون، تصل ذروتها في الساعة 4:03 من مساء يوم السبت الموافق 27 من نيسان أبريل. هذه الزاوية تجعل خيالنا يخلق لنا مخاوف وهمية لا وجود لها. زاوية التقابل السلبية مع كوكب المشتري، تصل ذروتها في الساعة 1:03 من ليل يوم الأحد الموافق 5 من أيار مايو. هذه الزاوية تعني حصول تقدم عند بعض الأفراد على حساب الغير. بصورة عامة، لا يتمتع كوكب المريخ بسمعة طيبة، شأنه في ذلك شأن كوكب زحل. فيما يلي نتعرف على الأثر الذي يتركه لدينا جراء مكوثه في برج الجوزاء، ونبدأ مع مواليد برج الحمل. ينشط مواليد هذا البرج في السفر والاتصالات، يجب الحذر في السياقة خاصة داخل المدن. عليهم أيضا تجنب الدخول في مواجهة محتملة مع أخ أو جار. مواليد برج الثور، تتاح الفرصة لمكاسب مالية سريعة نسبيا، ولكن النفقات أسرع. ليحرصوا على مالهم من الضياع أو السرقة، وأن يتجنبوا شراء حاجة ثمينة. مواليد برج الجوزاء، نجدهم أكثر نشاطاً وحيوية من قبل، لكن قد يندفعون في تصرفاتهم. يجب أن يتعلموا فن الصبر. تزداد الرغبة الجنسية لديهم، والفترة مناسبة للمعالجة لمن يشكو من ضعف جنسي. مواليد برج السرطان، يجب عليهم أخذ جانب الحيطة والحذر ممن يدعي صداقتهم وهو في الواقع على عكس ذلك، يدس ويتآمر عليهم من وراء الكواليس عن حسد أو غيره. مواليد برج الأسد، ينشطون اجتماعيا ويكون لديهم ميل لفرض سيطرتهم على الأصدقاء، ليحذروا في علاقتهم معهم، منهم من يخسر عضويته في ناد أو جمعية.
مواليد برج العذراء ليكونوا أكثر حذراً أثناء التعامل مع المسؤولين في مجال العمل وليحافظوا على سمعتهم ومصالحهم. مواليد برج الميزان ينشطون في السفر والاتصالات لا سيما البعيدة، ليكونوا أكثر وعياً على الطرقات خاصة في السفر بين المدن، ليبتعدوا عن أماكن مجهولة لهم. مواليد برج العقرب ينشغلون في عادة تنظيم ميزانيتهم، يجب تفحص حساباتهم المالية ذات الصلة بشراكة أو تعويض، قد ينشب خلاف له صلة بمال مشترك. مواليد برج القوس، على مواليد هذا البرج ضبط الأعصاب أثناء التعامل مع شركائهم، شركاء العمل أو عاطفة. مواليد برج الجدي يواجهون المتاعب مع بعض زملاء العمل، يتجنبوا رفع حاجة ثقيلة عن الأرض. مواليد برج الدلو ليحذروا في تعاملهم مع أحبائهم لا سيما أولادهم، يجب أن لا يبالغوا في تجربة حظهم المالي. أخيرا وليس آخرا، مواليد برج الحوت يواجهون المتاعب داخل البيت أو مع أحد أفراد العائلة، ليحذروا النيران والأدوات الحادة لا سيما في المطبخ. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز المجالات التي سوف نتضرر منها كل منا حسب برجه من تأثير انتقال كوكب المريخ إلى برج الجوزاء الهوائي حتى 16 من أيار مايو المقبل، والله أعلم. للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة، وهي لاستلام مشاركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. وأعود للمكالمات. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أعرف مواليد برج 17/9/1965. الساعة 6 صباحا. أي مدينة؟ مدينة عين الدفلة جنوب الجزائر العاصمة. بالجزائر؟ العاصمة. اوكي، شنو سؤالك بالضبط؟ بدي اسال انا ارقام الحظ. اوكي، 3 ارقام 2 و5 و8. اوكي، محظوظ من الارقام؟ لا، محظوظ. مع الاسف ليس محظوظ. يعني غير محظوظ. الخريطة أسا أشوف لتشاها، يتوجب عليه أنه يجتهد في سبيل أنه يوصل للهدف اللي يريده بحياته بشكل عام. من الخارطة، لحظة واحدة، ستة صباحا الجزائر. أسف، من الخارطة. طبيعي. لا، طبيعي. نعم، من ناحية الصحة. من ناحية صحية، هل هذا الشخص بدين، من النوع البدين أو لا؟ بدين شوي. إيه، هذا اللي يتوجب عليه ينتبه لوزنه، ما عنده مشكلة من ناحية صحية، بس بهذا الأمر من وصاعدا ممكن أنه وزنه يعني يكون، طبعا في كل ما يتقدم به العمر يكون معرض للزيادة في الوزن، وبالتالي بصعوبة يتخلص من هذا الوزن. فمن ناحية صحية وضعه أوكي، بس يتوجب عليه أن ينتبه الوزن بشكل خاص للمحافظة على رشاقته، لا أكثر ولا أقل. ناحية النفسية، ناحية من يا ناحية نفسية مثلا، فوضحي لي أكثر. يعني أثر نفسيا، ما يتحملش المشاكل. هذا من هو بشكل عام. مثلا إذا تجين عليه كبرج عذراء، من النوع العصبي المفكر، من النوع المنتقد، من النوع مثلا شلون نقول عليه، مثل الحريص، انه مثلا ما يقبل باشياء. مثلا لو حطيتي فد شيء معين في مكان غير مكانه، راسا ينتقد، يقول هذا كذا هذا كذا، يعني ما يعجبه العجب. بس من ناحيه نفسيه لا، ان شاء الله ما عنده مشكله. ناحيه العمل، العمل الفتره الحاليه لغايه منتصف أيار مايو، يتوجب على مواليد برج العذراء بشكل عام
أن ينتبهون بعلاقتهم مع رؤساهم وزملائهم في مجال العمل. اللي يعمل قد تكون عنده مشاكل أو في ناس مثلا يضايقوهم في مجال العمل، فالفترة الأسابيع الستة المقبلة شوية لا تكون صعبة مع الأسف. ممكن سؤال آخر؟ تفضلي. مواليد 29 أبريل. أوكي. 2003. 2003 أي ساعة؟ ساعة منتصف الليل. منتصف الليل. أيضا بالجزائر؟ نعم. شنو السؤال؟ بدي أسأل عن أرقام الحظ. لا أربعة خمسة أرقام اثنين وستة. أوكي. محظوظة. من الأرقام طبيعي بس أتأكد لك من الخارطة. 29/4/2003 12 ليلة. من الخارطة أيضا طبيعي. لا هذا لا شوية يكون عنده عراقيل أو صعوبات، يعني يتوجب عليه أنه يجتهد في سبيل أنه يوصل الشيء اللي يريده. بالدراسة لا أوكي، من ناحية الدراسة أوكي ما عنده. امتحان يوم 25 مايو. نعم. لحظة 25 مايو. إذا تسمعيني من التلفزيون راح يكون يوم عادي حسب اجتهاده الشخصي هو، يعني ليس يعني ماكو مو يعني مش من النوع الأيام اللي مثلا ضده ولا بنفس الوقت صالحه، هو اجتهاده الشخصي إن شاء الله. المهم يعني ماكو شيء عطل عليه في هذا اليوم بشكل خاص، وان شاء الله اكون رديت عليه. ناخذ اتصال هاتف يا اخي. الو نعم. الو تفضلي. مساء النور. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير تفضلي. انا ام محمد من الجزائر. يا اهلا وسهلا بك. بدي اسال عن بنتي 20/5 20/5 1999. اي ساعه؟ الثالثة والنصف عشرة. الثالثة والنص. أوكي. الجزائر. أوكي. 20/5 1999 33. شنو سؤالك؟ حياتها الزوجية من خلال الخريطة، الحياة الزوجية والعملية. أوكي. حياتها الزوجية هذه بشكل عام وضعها طبيعي، بس انه علميها من هسه انه تكون صبوره. نفس اللي اتصلت بالبدايه عندها هذه ايضا يكون عندها ميل من النوع اللي قد يكون عندها تصرفات عدوانيه مع الطرف الاخر او من النوع اللي تفرض رايها او شخصيتها، فبالتالي قد السبب لها مشاكل. مو مشاكل اللي هي لا سمح الله تؤدي الى طلاق او كذا، لا، بس من النوع اللي تخلق لها مشاكل. فإذا كانت يعني تبعت أسلوب دبلوماسي في تعاملها مع الطرف الآخر لا أمورها تمشي، بس تخفف من هذه الطبيعة اللي فيها اللي هي الفرض الرأي أو الشخصية. باقي الأمور حياتها طبيعية من ناحية الشراكة والزواج بشكل عام على طول الأمر. أوكي. هي عندها المشتري في البيت السابع. أي ساعة هي جاية؟ أو سوري 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 مساء. أوكي لا أنا حاطها صباحا، آسف آسف جدا. إيه؟ لا بالعكس. أنا جدا آسف طبعا حاطها صباحا كنت هم زين نبهتيني. هذه لا إذا بالعكس مشاكل من ناحية الزواج أبدا ما عندها مشكلة، بالعكس هذه تتزوج بشخص يكون كريم جدا، أو يعني يكون العفو أول شيء قد يكون إنسان مشهور غني أو صاحب منصب صاحب نفوذ إلى آخره في المجتمع إلى آخره، أو أسوأ الاحتمالات يكون إنسان جدا جدا كريم وطيب معها. فمن ناحية الزواج أبدا شو اسمه الحياة العملية والدراسية. الدراسة ناحية الدراسة عندها البيت التاسع بالجوزاء ما بيفت كوكب يعني بصراحة.
يعني فارغ ما عندها فد. هي في الجامعة، هي في الجامعة. نعم. بس الشيء الحلو اللي يطمن هذا زاوية الاقتران ما بين الشمس وكوكب عطارد ساعة الولادة، هذا معناه أنه هذا الإنسان يتمتع بدماغ نشط جدا، يكون إنسان جدا ذكي. فمن أنا من أشوف هذه الزاوية فأقول له من ناحية الدراسة هذا ما يعني ما نخاف عليه، وين ما يريد يوصل يوصل، عنده إمكانية أنه يوصل إلى أعلى المراتب. العمل هذه إذا إن شاء الله خلصت دراستها وتوظفت، ممكن لا تستغربين أنه تمسك منصب، تكون صاحبة منصب أو نفوذ في المجتمع بشكل عام، أو تكون إنسانة مشهورة حتى في المجتمع اللي هي به. إن شاء الله عندها نجاح في مجال العمل والوظيفة، هاي الأمور بشكل عام. هل حضرتك هل تشوف أنه زوايا سلبية أو أشياء سلبية في الخارطة؟ زوايا سلبية يعني أحذرها منها قوية؟ لا ما عندها، لا ما لا تخاف، ما عندها مشكلة. شكرا استاذ خالد، بدي اسالك عن ابني. لا اسف والله هذا وحيدي. والله ما عندي وقت، راح اطلع التوقعات راسا، انت كنت اخر مكالمه، على المرات المقبله ان شاء الله. على الخفيف يا استاذ خالد، اعتذر والله ما عندي وقت والله، على المرات المقبله ان شاء الله. اهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، نتواصل مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. نصل بكم الآن إلى أبرز المجالات التي تشغل كل منا حسب برجي، ونبدأ مع مواليد برج الحمل. تجتازون بصورة عامة فترة إيجابية تدفع بكم إلى التقرب من الأصدقاء وقضاء وقت ممتع معهم. من مسالتين تتراجع صحتكم وتفتقدون نشاطكم المعهود، اخلدوا إلى الراحة وانجزوا فقط ما هو ضروري من عملكم. ابتداء من صباح الخميس أنتم أكثر نشاطاً وحيوية وقادرون على المبادرة وإنجاز عملكم، وتشعرون بثقة كبيرة بالنفس. من مساء السبت تتاح الفرصة لمكسب مالي. مواليد برج الثور، يتركز اهتمامكم حول المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية، بيسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم. من مساء الاثنين تنشطون اجتماعياً وتلتقون الأصدقاء ضمن حفل أو مناسبة سعيدة. من صباح الخميس تجتازون فترة غير مريحة تنال من صحتكم وأعصابكم. من يشعر بأعراض غير اعتيادية يجب أن يتوجه للفحص والعلاج. ابتداء من مساء السبت تمتلئون نشاطا وحيوية وتنجحون في مسعاكم. مواليد برج الجوزاء، تنشطون في مجال الدراسة والسفر والاتصالات، وخبر سار في طريقه إليكم. من مساء الاثنين يتركز اهتمامكم حول عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين، بوسعكم الدفع بمصالحكم. من صباح الخميس تجدون الأصدقاء يرغبون في دعوتكم وقضاء وقت ممتع معكم. من مساء السبت انتبهوا جيدا إلى صحتكم، سيسيطر التعب الشديد عليكم وتتوتر أعصابكم لأتفه الأسباب. مواليد برج السرطان، تنهمكون في ضبط شؤونكم المالية ذات الصلة بالشراكة، صحتكم أو صحة قريب لكم بحاجة للرعاية. من مساء الاثنين تكثر لديكم الاتصالات والتنقلات، ومنكم من يخرج في رحلة بعيدة. من صباح الخميس تنصب جهودكم نحو عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين، بوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة. من مساء السبت تسعدون من تعاون الأصدقاء معكم، منكم من يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة. مواليد برج الأسد، تلتقون أشخاصا ترتاحون إليهم وتنجحون في تعزيز علاقتكم بهم، الفترة مناسبة للقيام بعمل يتطلب تعاونا من شريك لكم. من مساء الاثنين تنشغلون بإدخال تعديل على ميزانيتكم، احذروا في أي خطوة مالية جديدة خاصة إذا كان لها صلة بطرف آخر كشريك. من صباح الخميس تكثر لديكم الاتصالات والسفريات لا سيما البعيدة منها. من مساء السبت تنجحون في تدعيم مكانتكم الاجتماعية. مواليد برج العذراء، انتبهوا أكثر إلى صحتكم خاصة أن العمل سيتراكم لديكم. من مساء الاثنين تلتقون أشخاصا قريبين من فؤادكم ترغبون في تعزيز علاقتكم بهم، تشعرون بقوة العاطفة مع أحبائكم. من صباح الخميس ادخلوا التعديل المطلوب على ميزانيتكم، تجنبوا مشتريات غير ضرورية وخففوا من نفقاتكم. من مساء السبت تنشطون في سفر أو اتصال بعيد، الفترة جيدة لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان. مواليد برج الميزان، تجتازون بصورة عامة فترة إيجابية تجمعكم بشخص قريب من فؤادكم وتجدون تعاونا منه، جربوا حظكم بورقة يا نصيب. من مساء الاثنين انتبهوا جيدا إلى صحتكم، سيتراكم العمل لديكم.
من صباح الخميس تزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز علاقتكم بهم. الفترة مناسبة للقيام بعمل يتطلب تعاونا من شريك لكم. من مساء السبت تنشغلون في إدخال تعديل على ميزانيتكم. مواليد برج العقرب ينصب اهتمامكم حول إدخال تعديل على شؤونكم البيتية والعائلية، تجدون تعاونا من أفراد العائلة. من مساء الاثنين تجتازون فترة إيجابية تشعرون خلالها بقوة الحظ عاطفيا وماليا، بوسعكم شراء ورقتي يا نصيب. من صباح الخميس تتراكم العمل لديكم، انتبهوا جيدا إلى صحتكم. من مساء السبت يكون التركيز حول شراكتكم وعلاقتكم بأحبائكم والأجواء لصالحكم. مواليد برج القوس تنشطون في مجال الدراسة والسفر والاتصالات وتعززون العلاقة مع أخ أو جار. الفترة مناسبة لممارسة هواية مفيدة. من مساء الاثنين ينصب تفكيركم حول إدخال تعديل على مسكنكم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة. من صباح الخميس تجتازون بصورة عامة فترة غير مشجعة تجمعكم بأحبائكم وتسعدون من خبر يتعلق بأحد أولادكم. من مساء السبت تراكم العمل لديكم، لا تهملوا صحتكم. مواليد برج الجدي الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي من عمل إضافي، مع ذلك تظل الفترة الحالية تتطلب الحذر في النفقات. من مساء الاثنين تنجحون في مجال الاتصالات والسفر ويكون لديكم تعامل مع أخ أو جار. من صباح الخميس تنشغلون في ضبط شؤونكم البيتية والعائلية، لا تدخلوا أي تغيير أو تعديل جذري على مسكنكم. من مساء السبت تشعرون بقوة الحظ في حياتكم عاطفيا وماليا، بوسعكم شراء ورقتي يا نصيب. مواليد برج الدلو تستعيدون تدريجيا نشاطكم وتكونون قادرين على إنجاز الكثير من مشاغلكم، بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة تعود بالنفع عليكم، شعبيتكم في تصاعد. من مساء الاثنين تتاح الفرصة لمكسب مالي من عمل إضافي، ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من النفقات. من صباح الخميس تكثر لديكم الاتصالات والتنقلات ومنكم من يقوم برحلة قصيرة. من مساء السبت تفضلون المكوث داخل البيت والاهتمام بمصالحكم العائلية. أخيرا مواليد برج الحوت تجتازون بصورة عامة فترة غير مريحة تنال من صحتكم وأعصابكم، اخلدوا إلى الراحة ولا تبالغوا في جهدكم الجسماني. ابتداء من مساء الاثنين أنتم أكثر نشاطا وحيوية وتنجحون في السيطرة على زمام الأمور والدفع بمصالحكم. من صباح الخميس من جهة يصلكم مبلغ من المال، ولكن من جهة أخرى تزداد النفقات بشكل ملحوظ. من مساء السبت تنجحون في الدراسة والسفر والاتصالات. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز المجالات التي تشغل كل منا حسب برجي والله أعلم. للتواصل مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من البرنامج، ألتقيكم بإذن الله يوم الأربعاء المقبل. إلى ذلك الحين أسألكم الله تقبل تحياتي وتحيات أستاذة من تلفزيون الشرقية. مع السلامة.